اعزائي المشاهدين، النهارده على اليوتيوب وعلى عين تي في جبنا من اجمل واشيك وارق مذيعات نجوم اف ام والراديو والحياه، ومنوره مها، والف الف مبروك على الجائزه اللي انت خدتيها. الله يبارك فيك. انا دلوقتي في قناه التحرير وفي نجوم اف ام، وطبعا يعني الجائزه دي انا عايزه اقول ان ده اول تكريم ليا من 15 سنه. انا بدأ ربنا يخلي، انا بادئه مذيعه من 15 سنه، فده اول تكريم ليا. وطبعا التكريم ده انا بهديه للفانز، لان هم نمره واحد، هم اللي عملوا الفوت. بهديه لنجوم اف ام، بهديه طبعا لوالدتي عشان هي اللي وقفت جنبي على طول، وبهديه للجيش والشرطه، علشان لولا الجيش والشرطه ان هم واقفين في ظهرنا، ولا كنا عرفنا ننزل 30 يونيو، ولا كنا عرفنا نستفتي على الدستور ونقول نعم، ولا كنا عرفنا نتجمع هنا بامان ونبقى موجودين مع بعض ونقدر نشتغل. 25 يناير اللي جايه هتنزلي تقولي ايه؟ 25 يناير اللي جاي انا هنزل احتفل بعيد الشرطه، وهنزل اقول السيسي رئيسي. السيسي رئيسي. yes. والرئيس مها بهناسي. yes. اللي منورانا النهارده بالجائزه دي، والف الف مبروك. ميدن ايه؟ زي ميدن ايجيبت. اكيد اكيد ميدن ايجيبت. انت بتبصي فيها وبتدوري فيها. ايوه اكيد ميدن ايجيبت. نورتينا، والف الف مبروك على الجائزه. وعلى فكره اللون الاخضر شيك قوي. نورتينا على القناه. ميرسي. شكرا.